بس في خطوره، اي هدف ما مصيبه من خطورة هذه. كيف أقدر أنا أحافظ على شباكي وفي نفس الوقت أقدر أحقق نتيجة مريحة؟ هذا السؤال اللي يجب أن يتخذه مدرب الهلال. ما تكشف ملعبك، لا تستعجل، يعني من أول المباراة تصرف مجهود كبير لاستعجال أنك تخلص المباراة وتكشف ملعبك، لأنه بيلعبوا اليابانيين على كرة مرتدة قد تدخلك في دوامة أنت صعب تطلع منها. فعملية التكتيك بالنسبة لمباراة الذهاب تحتاج إلى 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 روقان، وتحتاج إلى تكتيك منظم، ما في كشف لخلفيته. يعني الأظهرة عندك مشكلة، الهلال الأظهرة دائما متقدمين فتترك فراغات، واليابانيين سرعة عندهم السرعة لعب السريع، فالمرتدات قد تكون خطيرة على الهلال. فعشان تكسب المباراة تلعب لعب الهلال العادي، يعني بهدوءك وتطلع كفريق كتلة إلى الأمام وترجع كفريق إلى الخلف، على أساس أن الكرة معك أنت مأمنها والكرة ضدك أنت برضو مأمن منطقتك، فالمنطقتين هذه مهمة جدا. الهلال فنيا وعنده حلول كثيرة وعنده عناصر جيدة ممكن تنهي المباراة وتنهيها بنتيجة جيدة تريحه في الإياب، لأن أرضك وجمهورك ودعم الجمهور الهلالي اللي حيكون متواجد في الملعب هيدخل الفريق المنافس تحت الانكماش، فأنت لازم تستغل انكماش الفريق في أرضك. فهذه نقطة. والبطولة أنا الهلال هذه أنا أعتبرها بطولتين للهلال، إذا فاز بهذه البطولة أعتبرها بطولتين من الست، الست بطولات هذيك محددة، ولكن هذه تعتبر بطولتين، لأنه هيفوز بكأس آسيا وحيلعب في أبطال أندية العالم. فهذه تعتبر، هذه الهلاليين ما صرحوا بها لكن أنا أصرحها، هذا حلم الهلاليين أن يلعبوا في بطولة أندية العالم حتى ينتهي التعليق عليها. طب المشكلة هنشيل العالمية صعبة قوية، هو ينتهي التعليق عليها ضد الهلال صح؟ طيب إيش وضع الأهلي والنصر والشباب إذا خلص والاتحاد؟ لا الاتحاد لا لا لا, لا, لا أتكلم على العالمية، نحن نتكلم على العالمية. إذا خلص الهلال حيبدأ فريق آخر، حيبدأ الفريق الآخر يشتغل على نفسه. مين المهيأ لو الهلال حقق الأسيوي، مين أكثر نادي راح يكون مهيأ أنه يطقطقوا عليه أو يستلموه أو يضغطوا عليه؟ والله أكثر من نادي، يعني ما في فاضل توصل، انت تبي توصل للاهلي ولا الشباب؟ لا انا ما وصلت الا تبي توصل السؤال هذا، قولها. انا بطرح اسئله بريئه. لا ليش تاخذني لفه من الكورنيش؟ انت عارف انت الايام هذه لازم تلف على الكورنيش، لانك انت لو مشيت من نص البلد اوكي ممكن ساهر يلقطك، ها؟ فاحنا مضطرين نلف. انا مش بلف الكورنيش، انا بلف من الحدود. اطمنك الاهلي شويه تركيز وحيوصل السنه الجايه عشان تطمن، بس عشان بلاش توديني الكورنيش انا اجيبك على طول. الله يستر إن شاء الله. طيب.